للمزيد حول استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني والمستوطنون، ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني السيد أيمن دلول. مرحبا بك أستاذ أيمن. يعني الأمم المتحدة تدعو تل أبيب لوقف عمليات الهدم والإخلاء والاستيطان في فلسطين، برأيك في ظل التواطؤ المستمر من الولايات المتحدة، يعني إلى أي مدى ترى أنها ستمتثل، أي أن تل أبيب ستمتثل بهذه المطالبات؟ يعني واضح أن هذه المطالبات التي تجري هي لمحاولة دغدغة مشاعر الجماهير ولوقف حالة الغضب العالمي حقيقة على انتهاكات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية والتواطؤ الأمريكي مع هذا الاحتلال من خلال تزويده بالسلاح والعتاد العسكري الذي يقتل به أبناء الشعب الفلسطيني سواء هنا في قطاع غزة وفي الضفة والغربية المحتلة وفي القدس كذلك. يتم قمع الفلسطينيين بأسلحة أمريكية الصنع، ثم يتم الحديث عن دعوات أمريكية أو للأمم المتحدة. هي محاولة بائسة، واضح بأنها محاولة لذر الرماد في العيون والتباكي على الإنسانية وحقوق الإنسان، بينما في الخفاء يتم تزويد الاحتلال الصهيوني بالسلاح والعتاد الذي يتم من خلاله قتل الفلسطيني وقمع الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده. هي دعوات للهواء فقط وللتغطية على جرائم أكبر منها تتمثل باستمرار الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري لهذا الاحتلال الغاشم. لماذا تستمر الانتهاكات؟ يعني في سلوان يعني مستوطنون برفقة قوات الاحتلال يستولون على بنية سكنية في تحد جديد للتفاهمات الدولية بعد انتصار سيف القدس. ماذا تريد الحكومة الجديدة في تل أبيب من هذه الانتهاكات واستمرارها؟ يعني واضح بأن حكومة بنت الجديدة تحاول جث نبض للشارع الفلسطيني من خلال هذه الاستهدافات. تحاول هذه الحكومة المترنحة أصلاً يعني إظهار عنتريتها وقوتها وغطرستها أمام الجمهور الصهيوني ومحاولة يعني إثبات بأنها الأقدر على مواجهة الفلسطينيين في أرضهم وفي ديارهم. لكن رغم ذلك واضح بأن قوات الاحتلال الصهيوني تحاول قف مواجهة الأزمات الداخلية للكيان الصهيوني بالقفز عنها هروبا إلى الأمام بافتعال يعني أو بترك المستوطنين بهذه العربدة في حي سلوان وفي مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. على الرغم من ذلك الفلسطيني سيواصل التمسك بهذه الأرض. التظاهرات الفلسطينية والاحتجاجات الفلسطينية بدأت تتمدد وبدأت أشكال المقاومة هناك تأخذ أشكالا مختلفة من الإرباك الليلي وقبض مضاجع المستوطنين الذين يسرقون الأراضي الفلسطينية والبيوت الفلسطينية ومواجهة الاحتلال. طيب، الماضي كان ماذا ترى يعني كيف ترى عفوا يعني يبدو أن الحكومة الجديدة تسعى بقوة لمزيد من الدعم السياسي الغربي، وهو ما يظهر في تحركات وزير خارجيتها الجديد يائير لبيد. إلى أي مدى ترى أن الغرب سيتجاوب مع هذه الحكومة؟ يعني هي للأسف الشديد يعني هو تحركات لخارجية الاحتلال، صحيح أن هناك تحركات، لكن لو لاحظنا هذه التحركات إلى أين تتجه؟ في غالب هذه التحركات يتجه إلى دول التطبيع العربي للأسف الشديد، التي باعت الأنظمة العربية التي باعت نفسها بدراهم معدودة، والمفترض بأنها تقف وقفة مع الذات، اختبار مع الذات الحقيقية بعد نتائج معركة سيف القدس وانهزام هذا العدو الذي أخذوا منه معلما كبيرا وتقدما وتطورا في كل المجالات. المفترض لو كانت هناك عقول لهذه الأنظمة العربية التي تسارع في التطبيع أن تقف مع الذات قليلا لتكون متيقنة بأن هذا العدو لم يمنحها شرعية، لن يمنحها تقدما، وهذا العدو فقط يبحث عن مصلحته وفقط. صحيح أن على الجانب الآخر صحيح أن هناك اتصالات لخارجية الاحتلال مع دول غربية مختلفة، لكن الدول الغربية في النهاية تبحث عن مصالحها، والعديد منها يعني
بات أمام ضغط الجماهير الأوروبية والغربية المطالبة بإنصاف الفلسطينيين. العديد من الأنظمة الغربية باتت تحاول أن تمسك العصا من المنتصف بحثا عن مصالحها. طيب. وعدم الارتماء ماذا عن العدو الصهيوني؟ ماذا عن يعني يبدو أن اختراقات الكيان الصهيوني واللوبي المساند له تتعاظم، يعني على المستوى الإعلامي كيف تقرأ حذف مجلة ساينتفك الأمريكان لمقال تناول الحرب الأخيرة على غزة؟ يعني هذا أمر كما قلنا طبيعي، دعم أمريكي في الخفاء يتم في الخفاء بشكل كبير، وهناك جماعات ضغط أوروبية وغيرها متواطئة مع الاحتلال، لا نخفي ذلك، هذا الأمر موجود. محاربة المحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي، نتحدث باستمرار حذف عشرات الحسابات الفلسطينية، مؤسسات إعلامية، نشطاء، حذف محتوى ومحاربة محتوى فلسطيني، وليس غريبا أن يتم محاربة كل محتوى من شأنه إظهار حقيقة هذا الاحتلال وإجرامه على أرض الواقع. صحيح هم يحاربون المحتوى، لكن نحن متيقنون ومتأكدون بأن كل هذه المؤسسات التي تتواطأ مع الاحتلال. فقدنا الاتصال للأسف من غزة الصحفي الفلسطيني السيد أيمن دلول، نشكرك شكرا جزيلا.